يا مساء الخير والسعادة على أجمل متابعين. النهاردة بشارك معاكم روتين لغدا يوم كامل معايا. هنعمل في الفيديو النهاردة 3 وصفات أسهل وأجمل وألذ من بعض بسهولة جدا ومن غير ما ياخدوا وقت، وفي نفس انت محترف في أي عزومة يقدر يشرفوك. يلا بينا هنعمل مع بعض اللحمة المعصجة، وهنجيب طاسة على النار هنحط فيها شوية من الزيت، وأنا بفضل الزيت مش السمنة لأن اللحمة المفرومة بتنزل الدهن بتاعها، فبحط شوية حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت، وبحط حوالي بصلتين مفرومين كبار، 2 كده كبار حلوين. بفضل على نار عالية بقلب في البصل كده، وبنزل عليه شوية من الملح علشان بس ما ينزلش ميته، وبعد كده لغاية ما يدبل كده ويبقى لونه كده شفاف شوية. أول ما يتحول للون الشفاف بنزل عليه باللحمة المفرومة. أنا نزلت هنا بنص كيلو من اللحمة المفرومة، بوطي النار كده على الوسط شوية، وبعد كده أقلب كله في بعضه واسيبهم بقى إيه كله يختلط ببعضه لغاية ما اللحمة المفرومة بتاعتي تستوي واتدخلت في السوا. طريقة بسيطة جدا، وعملنا العصاد مع بعض كتير جدا بس بكرره للي بيتابعني لأول مرة. هنا بعد ما اللحمة استوت بنزل عليها بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود فقط لا غير. يعني دي البهارات اللي بفضلها للعصاج أو اللحمة المعصبة، ما بحبش يكون فيها بهارات كتير، هي دوب شوية من الملح والفلفل الأسود فقط. وقلبتهم، وبعد كده طفيت النار خالص، سوائل منها نازله ولا سوائل في الطاسه او الحله بتاعتنا، يبقى هي كده نضجت تماما. هنا كان عندي لفه الجلاش بتاعتي، مش عارفه بقى في باقي الدول مسمينها ايه، بس في مصر اسمها الجلاش. بجيب صينيه او بايركس، طاجن، اي حاجه بتفضلوها، وطبعا اي شكل انتوا تفضلوه، مستطيل، مربع، مدور، مفيش مشكله. بمسحه بس بمسحة من السمنة، وهنا مستخدمة سمنة مسيحيها تمام. بضيف الأول مسحة من السمنة، وبعد كده بضيف ورقتين، وما بين كل ورقتين بمسح مسحة من السمنة. هنا الجلاش ده هنعمله حادق، فهنحط ورقتين عادي ونمسح مسحة من السمنة مفيش مشكلة. عملت اللي هي أو النص اللي هو من تحت، ضفت حوالي 8 ورقات كل ما بين كل 2 مسحة من الزيت. بعد كده ضفت في النص اللحمة المفرومة بتاعتي، ورقات من فوق، ونفس النظام ما بين كل ورقتين مسحة من، بسيطة جدا من غير اي عقد جدا، وطعم وحكاية فعلا في الاخر. هنا هرجع كل ورقتين هضيف مسحة من السمنة. على فكرة الوصفات دي عملتها في يوم وما كانتش متعبة، وكانت لذيذة كده وسهلة، ولو جالك ضيوف على غفله صدقيني بجد يعني ما فيش اسرع من كده تعمليه ويكون يشرفك كمان. اتمنى اللي بيسمعني يقدر مجهودي ويضغط لايك للفيديو ويسيب لي رايه في الوصفه او في الفيديو، اتمنى من كده. واتمنى اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل. هنا بقى ركزوا معايا في اخر طبقة من الجلاش من فوق. انا الورقتين كده كده بحطهم بشكل عشوائي، وزي ما بيطلعوا بطني لبره بطني لجوه مفيش مشكلة، لكن اخر 2 بصوا انا بتنيهم لجوه مش لبره عشان احافظ بس على شكل الجلاش. يعني بصوا انا تنيت الورقة لجوه وقلبتها خليت التانية دي من تحت تمام، عشان بس يبقى الشكل العام بتاعي يبقى منسق. بس برضو همسحها بمسحة من السمنة، يعني في اخر ورقة بمسح، قصدي بتنيها تبقى التانية لجوه مش لبره تمام، وبضيف لها مسحة من السمنة. نيجي بقى اللي احنا هنسقي بيه الجلاش. المفروض ان انا بسقيه بالشوربة او المرقة بتاعت الفراخ او اي مرقة جاهزة عندي، بس المرقة كانت سخنة بتاعت الفراخ فكان ما ينفعش احطها على البيض هيستوي، فهسقيه بدل المرقة والشوربة هسقيه باللبن الحليب. وعادي جدا انا على طول يعني بعمل كده ما فيهاش مشكله، بديل للمرقه. فضفت حبتين من البيض عليهم كوبايه ونص من الحليب، وكمان هضيف عليهم كوبايه من الميه العاديه بس بخفف بيها الحليب منعا لوجود اي زفاره بس مش اكتر، وضفت رشه من الملح والفلفل الاسود، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس جدا. نفس المقدار من الحليب والميه نقدر نضيفه مرقه مفيش اي مشكلة زي ما انتوا تحبوا.
هربهم كده كويس مع بعض، هقلبهم لغاية ما يبتدي بس يختلط مع بعض كله كويس ويمتزج مع بعض. مننساش اللايك، بأمنكم أمانة لأي حد بيسمعني، مننساش يضغط لايك للفيديو ويسيب لي تعليق حتى بإيموشن كده، اسمايل، أي حاجة في التعليقات. تمام، دي كوباية الماية اللي أنا ضفتها، بخفف بس بيها اللبن. تمام، وهجيب الطاجن بتاع الجلاش اللي أنا عملته وهبتدي أقطعه. الأول لازم نقطعه قبل ما نستخدمه، ضروري جدا قبل ما نسقيه لازم نقطعه. هنا قطعته 3 بالطول ف4 بالعرض علشان بس خليط التسقية يدخل ما بين الفراغات التقطيع دي ويسوي الجلاش نفسه ورق الجلاش من تحت برضو. تمام، وهيبقى طري وجميل جدا. انا بحب الجلاش يبقى طري، وخصوصا لو في اطفال، فبتبقى الطبقه اللي من تحت هي بس اللي مقرمشه، والطبقه اللي من فوق وفي النص بيبقى طري جدا، فبيبقى طعمه لذيذ قوي عكس ما بيبقى ناشف. نفسكم اللي هو بيشرق كده، الواحد بيشرق منه، بيشرق كده منه. فهنا قطعته 3 بالطول و4 بالعرض، وهبتدي اضيف خليط التشريب بتاعي. يعني بصوا بقى، واحنا نركز بقى هنشوف هسقيه ازاي. هنا بجيب المغرفة وابتدي اشربه كده. تمام، وببتدي اهز الطاجن بالطريقة دي، لازم السائل او التشريبة دي توصل للاطراف. تمام، خصوصا لو الاطراف بارزة عن الجوانب، فبجيب شوكة وببتدي اضغط على الاطراف كده علشان بس ايه تتشرب من السائل ده. بضيف التشريبة كده كويسة، كنت التشريبة دي تكفي لطاجن مقاس 36. طبعا يعني ريان صديق القناة طبعا صوته لازم يكون طالع في كل فيديو. هنا كان ابتدى يعني اتبقى معايا كام ورقة كده من الكولاج، فعملت بيهم الطاجن الصغير المستطيل ده، وبرده كان اتبقى شوية من التشريبة زقتهم بيهم برده. هنا كنت هنا بلة فريك، حوالي 3 كوبايات من الفريك لمدة ساعة كده، غسلتهم وبليتهم كده، نقعتهم في المية لمدة ساعة. فبرضو هجيب ان انا هعمل فراخ محشية بالفريك، بس تعملوا فرختين زي ما انا عملت محشين بالفريك. هتحتاجوا بس كوباية واحدة، تمام، مش اكتر. هنا جبت الحلة، ضفت شوية من الزيت، معلقة زيت على معلقة سمنة. تمام، خليط ما بين الاتنين، وضفت كمان معلقتين كبار من بشر البصل. انا كنت الاول الفيديو كنت يعني مجهزة ان انا هستخدم بصل كتير مبشور النهاردة، فرمته في الكبة، فرمت شوية على قد استخدامي. فضفت هنا 3 معالق كبار من البصل المفروم في شوية من الزيت على السمنة. تمام، وابتديت اشوحهم كده لغايه ما دبلوا، وبعد كده نزلت بكوبايه من الفريك بعد ما صبيته، كوبايه واحده، وابتديت برضو اشوحها او افلفلها كده برضو في شويه السمنه. وبعد ما فلفلوا ضفت عليهم 3 معالق كبار من اللحمه المفرومه، بديل للحمه المفرومه بعد البصل ما يتبل. ممكن نحط شويه من الكبد والقوانص نشوحهم، بعد كده ننزل بالفريك. مش عايزين الكبد والقوانص، ممكن نستخدم اللحمه المفرومه المعصجه زي ما انا عملت. شوحت الفريك وبعد كده فلفلته، وكمان نزلت عليه باللحمه المفرومه 3 معالق كده كبار، كان طعمه حكايه جدا. بعد كده ضفت حوالي يعني كوبايه الا ربع من الميه المغليه. لو هنحط كوبايه من الفريك يبقى كوبايه الا ربع من الميه المغليه، على نار هاديه جدا. بغطي عليه واسيبه على نار هاديه جدا. بعد ما يتشرب الفريك، بصوا هو طبعا بيبقى نص سوا، بطفي عليه النار ماشي، وبضيف الملح والفلفل الاسود بتاعي برضو، فقط ملح وفلفل اسود فقط، وبقلبه كده كويس وبغطيه تاني يتشرب البخار بتاعه. تمام، ده عشان يبقى مفلفل كده وحلو. بصوا شايفين مفلفل ازاي، فبغطيه علشان بس ايه يتشرب البخار ويبقى مفلفل برضو معايا. هنيجي هنا الفراخ بتاعتي، يفضل الفراخ اللي هي تبقى محشية فراخ، يعني ما تزيدش حجمها عن جبت 2 بعد ما غسلتهم ونضفتهم كويس. جبت شوية من الفريك بتاعي اللي خلص وبقى يعني سبته يبرد شوية، بحط شوية شوية في الطبق علشان ما بهدلش كل الكمية اللي انا عاملاها. تمام، بجيب الفرخة بفتحها كده وببتدي احشي فيها كده. بأكد عليكم الفريك نتبله بعد ما نطفي عليه ويتشرب البخار بتاعه. تمام، هنا بعد ما حشيتها طبعا ما نكبسهاش قوي علشان خاطر بس ايه يعني
تبقى منظرها العام كويس وما يبقاش الفريك والحشو طالع براها. تمام، ممكن نستبدل بدل الفريك رز، سواء رز بسمتي وعملناه قبل كده الرز اللبناني الشرقي، او ممكن نستبدله كمان بالرز المصري العادي، ده او ده. تمام، في الفتحه اللي انا وريتها لكم دي بدخل الرجلين بتاعت الفراخ، بكتفها كده مع بعض، شايفين بالمنظر ده، وزياده تاكيد علشان اتاكد معايا في الميه وانا بسلقها، بلفها كده بدباره او بخيط اللي هو خيط المطبخ. تمام، بلفها كده كويس علشان اتاكد ان هي مش هتفك. تمام، وهنا الفرخه بتاعتنا بقيت جاهزه. الجزء ده كمان هحط له توث بيكس كده، خلة احطها ما بين الدبوس والدبوس علشان بس احبس بيه الجلد، زي المنظر ده شايفين، مدخلاهم هما التلاتة مع بعض علشان بس اتأكد ان الجزء ده برضو مش هيطلع منه الحشو. ورجعت الجناحات لورا، وهنا الفراخ بتاعتي بقيت جاهزة. تمام، هنا كنت بغلي مية، حاطة فيها بصلاية، طماطمية، ورق لورا، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسود. تمام، وبعد كده سبتها تغلي كويس، وهنزل بالفراخ بتاعتي فيها، وتبقى حلة كبيرة بس علشان اتأكد ان هي هتشيل الفرختين. تمام، وبهدي عليها النار اقل بس من المتوسط، وهغطيها بس كويس واسيبها شوية لغاية ما تتسلق. هنا جبت شوية من الصويا صوص، وضفت عليهم معلقة من عصير الطماطم المسبك، كان عندي شوية صلصة مسبكة فضفت معلقة كده كبيرة منهم، وكمان شوية من الزيت. تمام، دي اللي هدهن بس بيها وش الفرخة وهدخلها في الفرن. كمان هضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وتمام هقلبهم مع بعض كويس، وهجيب الفراخ بتاعتي هدهنها بيها. تمام، خطوات بسيطة وسهلة جدا من غير أي يعني خالص، وكمان نستبدل الصويا صوص كمان بالدبس الرمان لو عندكم مفيش مشكله، الصلصه بس مفيش مشكله، اي النوع اللي جبت الفراخ بعد لقيت حطيتها في صينيه كده من الومنيوم ومسحت فوق، وهدخلها تاخد لون في الفرن، وبعد ما تطلع برضو هقلبها واديها لون تاني برضو من تحت. هنا بقى نبتدي الملوخيه الناشفه الجميله بتاعتنا. جبت شوية من الشوربة، وكانوا حوالي 7 مغرفة من الشوربة، غليتهم كده على النار، وشوية من الملح حيقتها يعني شوية من الملح، وكمان ضفت نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، في كل ده في الشوربة نفسها، ونزلت برضو كل مغرفة هتاخد معلقة واحدة من الملوخية الناشفة، فانا ضفت 7 مغارف من الشوربة. تمام، او المرقه بتاعتي، هبتدي اقلبهم كده برضو بالمغرفه علشان خاطر تبقى ايه سميكه، لا منها رفيعه قوي ولا منها سميكه قوي، تبقى ايه يعني السمك اهم حاجه تبقى سمكها يكون مظبوط. تمام، واهم تركه في الملوخيه الناشفه نضيف نص معلقه من الثوم المفروم في المرقه قبل ما نضيف الملوخيه. تمام، هنا بقى السمك اللي انا عايزاه. تمام، شايفينه، انا بس احتجت معلقه تاني زياده وهقلبها قدامكم، وبصوا هي نازله كده يعني حاجه كده بتقول بصوا هاتوا العيش المقمر بتاعكم وتعالوا كلوني. بقى التقليه بتاعتها او الطشه بتاعتها، جبت معلقتين كبار كده من السمنه، ضفت عليهم معلقه كبيره من الثوم. تمام، التمنة. تمام، والسمنة الكتيرة كمان، ما تحبش يعني الحاجة البسيطة فيها فتبقى دسمة كده والطشة عايمة على الوش، فبتبقى أحلى بكتير. ضفت معلقة التوم، وعلى نار هادية، أنا هنا موطية النار على الآخر لأن التوم بسرعة ممكن يكون اتحرق معايا، فهنا أول ما يبتدي يغير لونه بجيب معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة وابتدي أضيفها على طول على طول كده، شايفين، وابتدي بس بقلب فيها. الطاسه الصغننه بتاعتي دي جايباها مخصوص للملوخيه، هي اصغر من باينه في الكاميرا، هي بسيطه جدا صغننه خالص. اول بقى ما بتبقى كده، نسيت اقول لكم وانا بعمل الملوخيه اول ما الشوربه بتغلي اللي هي المرقه بتغلي بطفي النار على طول، بطفي النار على طول وابتدي اضيف في الملوخيه بتاعتي. تمام، وبعد كده اللي شايفين رجعتها تاني للنار هادية خالص، شايفين وانا بحط الحلة بتاعتي كانت النار هادية خالص. اهم حاجة الملوخية تتعمل والنار مطفية، اول ما الشوربة تغلي على طول بطفي النار واضيف الملوخية سواء الخضرة او الناشفة. بعد كده لما بعمل التقلية وطشها كده بضيفها تاني على نار هادية. تمام،
هنصبها مع بعض حاجة كده آخر جميل. الطواجن بتاعتي اللي انا مستخدماها دي طبعا تبقى سخنة علشان خاطر اتأكد ان هي هتحافظ على سخونة الملوخية، ويفضل الطواجن نستخدمها سخنة. فانا اثناء ما كنت بحمر الفراخ في الفرن كنت حاطة الثلاث طواجن دول في الفرن يسخنوا معايا، وكانوا سخنين وانا بصب فيها الملوخية. بجد منظر جميل، بألف هنا وشفا للي هيقربهم، ووصفات بسيطة جميلة جدا نجدد بيها يومنا. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وأشوفكم في فيديو جديد.